السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم سمك، بس السمك ده داخلين معاه تحدي في قناة فراشة الجنة. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع القناة بتاعتها في تعليق مثبت باذن الله تحت الفيديو. فمعانا هنا السمك اللي احنا هنعمله ده، سمك بلطي هنقليه، وده سمك فاس هنعمله سنجاري بالطريقة دي، غسلينه طبعا ومنضفينه زي الفل. هنقول لكم هنعمل فيه ايه. معانا هنا التتبيله بتاعته، اول اللي هتخش اللي هتبقى في قلب السمك ده ملح خفيف، وتوم، وفلفل اخضر، وكمون. طبعا الكمون اهم حاجه في السمك، وكزبره خضراء. هنتبل السمك الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا فاتحين السمك من هنا، هنعمله من هنا كده من ظهره بالشكل ده. طبعا قلبه مغسول زي الفل اهو، ونعمله من جوه. بس طبعا انا بصور بايد واحده، فهعمله بقى واوريه لكم. هنا يا جماعه كده بقى بالشكل ده اهو تبلناه. عايزه اقول لكم حط عليها خل وليمون على التتبيله دي، ده اللي هيتقلى وده اللي هيتعمل سنجاري. دوت اسمه سمك فارس بالطريقة دي الاول اهو شكله. وبعد كده بعد ما فتحناه بالطريقة دي، ده بيبقى سمكه ابيض فصوصه بيضة جدا، وطعمه بيبقى لذيذ اوي، طعمه بيبقى حلو وجميل. طبعا السمك ده كله طازة يا جماعة من البحر على طول. هنقول لكم بقى ان شاء الله هنعمل ده ازاي، وبعدين هنعمل ده ازاي. خليكم معانا. معانا هنا يا جماعة بالشكل ده اللي هيتحط مع السمك السنجاري، بصل وطماطم شرايح، وفلفل اخضر، وليمون شرايح، وده قرن فلفل حامي، وكزبره خضراء. ومعانا هنا زيت وخل وليمون. تمام، هنجيب الصينيه. بسم الله، معانا الصينيه بالشكل ده. هنحط فيها البصل، هنحط الطماطم. طبعا الصينية دي بتتحط في الفرن. تحدي بقى يا جماعة، هي بتسألني انت هتعملي ايه، فقلت لها انا هعمل سمك، قالت لي وانا كمان هعمل سمك، طب ما تيجي ندخل تحدي. قلت لها تمام يا شيماء، هي قناتها اسمها فراشة الجنة. قلت لها تمام ندخل مع بعض، قالت لي ماشي. فاحنا هننزل الفيديوهات ان شاء الله، وانتوا تحكموا بيننا بقى. معانا الفلفل بالشكل ده كده، حط شويه شرايح ليمون. طبعا يا جماعة ده كله علشان السمك ما يتحرقش في الفرن بالطريقة دي كده. بيبقى معانا بقية الدقة اللي كنا بنحدق بيها السمك من جوه، بنتبل بيها السمك، هنحطها عليه بالشكل ده. بالشكل ده كده نجيب السمك وارجع. معانا السمك بالشكل ده، هنحطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالطريقة دي كده. طبعا تبلناه بالشكل ده. جاية لك ايه بقى بالشكل ده يا جماعة اهو. نحط بقى بقية الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، حاجة طبعا على السمك ما تبقاش كتيرة عشان ايه طعمه ما يتغيرش، بس احنا عايزينها تحت.
كده. حط الفلفل شرايح الليمون، طبعا السمك ما يستغناش عن الليمون. الشكل ده يا جماعة، حط خضرة بالشكل ده. وطبعا ما ننساش الزيت والخل والليمون بالطريقة دي كده. طبعا السمك احنا مملحينه فمش محتاج ملح، بقت بالشكل ده. نحطها في الفرن ولما تخلص هنرق. نخش بقى على السمك البلطي معانا هنا بقى يا جماعة. بس معانا هنا السمك البلطي، الدقيق اللي احنا هنتبل فيه ده دقيق، وده معلقتين نشا. معانا هنا كركم وملح وكمون، هنلخبط الطف ده. هناخد حبة ملح بس صغيرين، تمام، وكمان حبة كمون الطريقة دي كده. هناخد بقى بقية الكركم ده نلخبطه في الدقيق. هنلخبط الدقيق ده في بعضه مع النشا الطريقة دي، مع الملح والكمون. الكمون الكركم يا جماعة بيديله لون حلو وطعم حلو، والنشا بتديله قرمشة، القرمشة اللي بتبقى بره في السمك، تمام. الطريقة دي كده هنحط فيها السمك بالشكل ده. طبعا السمك قلنا متبل من الأول بملح وتوم وكمون، معلش وقع مني، بالطريقة دي كده. كملوا ونرجع. هنا يا جماعة بعمل معايا رز صيادية، بحمر البصل اهو، بعمل جنبه رز صيادية. سيب البصلة بس تحمر شوية. معانا هنا البهارات اللي هتتحط عليه، ملح وحبة سكر صغيرين وفلفل وحبة كزبرة صغيرين ناشفة وكمون، دول اللي هيتحطوا في مع الرز. هنحط البهارات. كده يا جماعة حطينا له المية اهو بالشكل ده. لما المية تغلي بقى ونحط له الرز ونقلبه. هنا يا جماعه حطينا السمك يتقلى في الزيت اهو بعد ما تبلناه، وهنا طبعا الرز على النار نشف اهو بالشكل ده، والسمك السنجاري في الفرن. هنعمل السلطه ونوريكم الاكل باذن الله يبقى شكله ازاي. خليكم معانا كده يا حبايبي. الصينيه طلعت من الفرن بالشكل ده، وكمان خلصنا السمك وعملنا كمان الرز اهو بالشكل ده. هنغرف الاكل بقى ونوريه. ورجعنا لكم يا حبايبي بعد ما خلصنا الاكل بقى معانا بالشكل ده اهو. ده السمك السنجاري وده السمك المقلي، ومعانا هنا مخلل، ومعانا هنا رز صياديه، والليمون اللي انا مخلله معاكم بالطريقه دي، وسلطه. يا رب كده يكون اكلنا عجبكم ويعجبكم التحدي. ولو عجبكم التحدي بقى تقولوا لنا ان شاء الله في الكومنتات نعمل تحديات من دي تاني ولا لا، وهنشوف مين ان شاء الله هيكسب باذن الله. واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تروحوا الفراشة الجنة وتتفرجوا عندها وتشوفوا التحدي ده احلى ولا اللي عندها. واشوفكم على خير ان شاء الله.